بحر الإعاقة هو الاسم الذي أطلق على دفعة خريجي كلية الحاسوب دبلوم تقنية معلومات، حيث لا مكان بينهم للكلمات، لغة الإشارة فقط وإيماءات أصابع الأيدي من خلالها تدار حوارات وتثار أحاديث. في حفل تكريم هذه الدفعة قدمت العديد من الفقرات، كان العزف أحدها. وبالرغم من عدم قدرة الصم على سماع صوت الموسيقى إلا أنهم استمتعوا بها، أو لعل إيقاعها لامس قلوبهم المفعمة بالسعادة، لا سيما وقد أثبتوا اليوم للمجتمع أن ذوي الاحتياجات أصبحوا من ذوي القدرات. جميع الأهل والأخوان والخلان، إحنا على أنه الأصم على أنه يجب أن يتعلم، أن يجب أن 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 أن, أن يتطور وأن يثقف نفسه. تخرجهم بعد سنوات قضوها في بيئة تعليمية صعبة لا توفر لهم مناهج دراسية خاصة ولا قواعد تناسب وضعهم الصحي لا يمثل خط النهاية، فهم يأمنون أن توفر لهم فرص عمل ليتمكنوا من الإسهام في خدمة الوطن وبناء حاضره، في وقت يعاني فيه المجتمع من قلة فرص العمل وتهديد البطالة. محتاجين احنا تطبيق عملي اكثر، يعني نزلنا للعمل، نزلنا للشركات، نزلنا للمؤسسات في هذا المجال. يطالب الخريجون من ذوي القدرات الخاصة السلطات المعنية ان توفر لهم بيئة مناسبة ليتمكنوا من تلقي تعليم نوعي يجري على ضوئه استيعابهم في مختلف الوظائف والحصول على حقوقهم بالمساواة مع غيرهم من افراد المجتمع. حنين جمال، بلقيس، عدن.